حبايبي الحلوين، عرفنا الضوء وقلنا الضوء هو شكل من أشكال الطاقة، شنو يمكنني من رؤية الأشياء؟ إذا أنا بواسطة الضوء أقدر أشوف الأشياء بوضوح. وعرفنا أن الشمس هي المصدر الرئيسي للضوء على الأرض، وقلنا نحصل على الضوء من الشمس شوكت في النهار، أما في الليل قلنا تكون هناك النجوم تضيء في السماء. هسه حبايبي الحلوين راح نعرف ما الصوت. أسمع أصوات زملائي والكثير من الأشياء كل يوم، كالسيارات والتلفاز وجرس المدرسة. إذا شنو الصوت؟ الصوت شكل من أشكال الطاقة لا يمكنني أن أشاهده، ولكنني أسمعه. الأشياء المختلفة تصدر أصواتا مختلفة. إذا هو شنو الصوت؟ هو شكل من أشكال الطاقة ما أقدر أشوف آني للصوت، بس شنو أسمعه. هسه أنا دا أتواصل وياكم، دا تشوفوني؟ لا ما دا تشوفوني، بس إيش دا تسوون؟ دا تسمعوني. إذا عن طريق يا حاسة دا تسمعوني. نرجع نتذكر كم حاسة للإنسان؟ 5 حواس. إذا قلنا الأصوات بواسطة يا حاسة نسمعها بواسطة حاسة السمع. ممتاز يا حلوين. إذا نرجع نذكر إنه الصوت هو شكل من أشكال الطاقة. أنا شنو ما أقدر أشوفه، بس أنا شنو أسمعه. إذا الأصوات الأشياء المختلفة تصدر أصوات مختلفة. مثلا أنا أسمع أصوات أصدقائي من يحجون، أسمع صوت الجرس من يدق، جرس الفرصة أو جرس بدء الدروس. مثلا أنا شلون أعرف إنه راح تبدي الدروس؟ راح يندق الجرس، ورا الجرس راح أبدي الدرس الأول. وأيضا شلون أعرف أنا صار البريك مالتي وصارت الفرصة؟ أيضا عن طريق الجرس، أسمع الجرس من يدق، فأني راح أعرف إنه الآن حان وقت الاستراحة الفرصة. صوت العصفور يختلف عن صوت الجرس وعن صوت السيارة الإسعاف. تختلف الأصوات عن بعضها البعض، فمنها ما هو مريح وأرغب سماعه، ومنها ما هو غير مريح ويزعجني سماعه. إذا هنا نستنتج أنه مو كل الأصوات متشابهة، الأصوات تكون مختلفة. مثلا صوت العصفور أنتوا سامعين يختلف عن صوت الجرس، جرس حتى جرس البيت أنتوا تقدرون تسمعوه، يختلف عن صوت الجرس، عن صوت جرس المدرسة، وأيضا عن صوت سيارة الإسعاف. أكو أصوات أنا أحب أسمعها، بس أكو أصوات لا تزعجني سماعها ولا أرغب في أن أني أسمعها لأن تكون غير مريحة. حين يقرع الجرس ينبهني إلى وقت بداية ونهاية الحصة، اللي هسه قلناها حبايبي. الجرس اللي بالمدرسة من نسمعه ينبهني أنه أني رح أبدي دروسي اليوم، ومن ينتهي ينبهني أنه خلصت الدرس الآن ورح نبدي فرصة. عندما أسمع صوت الرعد أتوقع نزول المطر. من أسمع صوت القراقيع، أنتوا شايفيها القراقيع، شنو من أسمعش أقول؟ أقول راح تمطر الدنيا. فإذا صوت الرعد شنو؟ أتوقع نزول المطر. هنا أنا عندي هذا جرس، صوت الجرس هنا أنا بالصورة، هنا أنا سيارة إسعاف، هنا أنا عندي صوت البلاب المريحة، بينما هنا صوت الحفر دي يحفر بالقاع، هذا غير مريح. كيف يحدث الصوت؟ عندما يقرع الطبل يهتز غشاءه ويصدر صوتا. الصوت شنو شون يحدث؟ ينتج من اهتزاز الشيء، وإذا توقف عن الاهتزاز يتوقف الصوت. إذن هنا أنا عندي نقطة مهمة، شلون يحدث الصوت؟ من يهتز شيء، من يهتز مثلا الجرس مع المدرسة، من يهتز راح يطلع الصوت، وإذا توقف عن الاهتزاز راح يتوقف، راح يوقف الصوت عندي. إذن الاهتزاز هو شنو؟ هو حركة الشيء إلى الأمام والخلف. شنو الاهتزاز؟ حركة الشيء
إلى الأمام والخلف. فردد مرة أخرى. الاهتزاز هو حركة الشيء إلى الأمام والخلف.